المساجد المعنيه بالفتح على مستوى ولايه المزيد هي 6 مساجد وهي التي استوفت الشروط الخاصه بقرار الفتح. احنا من ناحيه اخرى هي امر قليل، هي شيء قليل بالنسبه لسكان الولايه كلها، ولكن احنا نطلب من المواطنين التكيف مع هذا الاجراء. لابد من الانضباط، لابد من ارتداء الكمامات، لابد من اصطحاب السجادات، لابد من احترام التباعد، اجراء التباعد على مستوى المساجد، لابد من التعقيم من عند دخول المساجد وقياس درجه الحراره. ان شاء الله يكون المعنيين واقفين على ابواب المساجد يقومون بهذه المهمه التنظيميه.